ميني ستوديو. هلو، حلقة جديدة لميني ستوديو. رح نحكيكم اليوم عن البحار. البحر كتير كبير وكتار منكم راحوا قبل على البحر لأنه لبنان بلدنا على شط البحر الأبيض المتوسط أو لميديتيراني. شو رأيكم إذا منحكي أكتر عن البحار الكتير الموجودة على الكرة الأرضية وهيك بتتعلموا شوي بميني ستوديو بترجعوا بتشوفوا لحالكم بالكتب؟ مشان هيك أنا جبت لكم كتاب اسمه ليماجري دو لا مير. ليماجري دو لا مير هو كتاب بيحكينا عن كل شيء بيختص بالبحار وبالمحيطات كمان. رح نشوف شوي هون صور عن حيوانات يلي عايشة كمان تحت البحر. عنا هيدا بهالصفحة عم بيحكونا عن لا مير مورت، بالعربي اسمه البحر الميت. ليه أقولكن اسمه البحر الميت؟ أكيد مش ميت، بس يلي ميت هو الحياة بقلبه. ليش؟ لأنه هالبحر قد ما فيه ملح ما فيه ولا سمكة بتقدر تعيش بقلبه. ومثل ما نكون شايفين هون على البحر الميت فينا نفوش بطريقة هينة كتير بدون ما نسبح أبداً، ما بنغرق لأنه فيه كتير ملح. لا ميغوج بحر الأحمر، لا ميغ كاسبيان، لا ميغ دو نور. فإذاً بهالكتاب نتعرف على كل البحار الموجودة، ليزانيمو دو لا مير، كل الحيوانات يلي بتكون عايشة تحت المي، والنبات أكيد كمان لأنه في حياة كتيرة تحت المي، أنواع الأسماك والحيوانات البحرية الموجودة. منشوف كيف مكون السمكة ومنفهم أكتر وأكتر هالشي، كيف تتنفس. فإذاً كتاب حلو كتير، أنا بنصحه لكل أصحابنا اللي عمرهم 6 سنين وأكتر. Les éléphants de la mer. L'imagerie de la mer, édition Fleurus. هيدا كتاب أنا بحبه ورح حطه بمكتبتي أكيد وبنصحكم فيه كمان. أما هلا رح نبلش حلقتنا. في عنا لعب، في عنا مسابقات، في عنا أغاني، وفي عنا أكيد رادو وشوفوني رح يخبرنا أخبار. تعالوا نحضر هالحلقة. أهلا وسهلا بمارفين كوردباوي، رح يعزفنا هلا على الأورك. عيد ميا شقير بيصير عمره 10 سنين، كلها بدنا نقول لها هابي بيرثداي. شو هالزعني
مبروك لألكن. الهدية هي ساعة حلوة كتير تقدم كتير روجيه. متى أكبر بدي أصير حكيم. لا لا، بدي أكون فريق ميني ستوديو. لا حكيم، لألبس السماعة اللي بحبها. بدي يكون عند الطيارة لعبرم العالم وعمر بيت مع جنينة كتير كبيرة. بدي جمع مصاري لساعد كل الناس، لهيك عم حط مصاري بالإجرة كل يوم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. اسألوا عن خدمات المخصصة لأولادكم بالبالف. أنا اسمي رودي شديد، عمري 11 سنة، وبدي أصير كبير بدي أعمل مهندس. أنا اسمي جون بيير حكيم، عمري 11 سنة، بدي أكبر أصير طبيب. أكيد كلكم ناطرين 1 minute at بألف يلي منلعبها كل نهار سبت بطريقة سبيسيال. لعبة صرتوا كلكم تعرفوها، رح أسأل أنا أسئلة ونشوف المعلومات العامة عند الأمس كلوب ممبرز قديش قوية. أول سؤال بيقول، لما منقول أنا انترنت، هاي كلمة بالفرنسي شو منكون قصدين فيها؟ هل قصدين لاعب الفوتبول أو رائد الفضاء أو اللي بيستعمل انترنت؟ اللي بيستعمل انترنت. أكد؟ أكيد مزبوط. ثاني سؤال بيقول، شو بيعني الكرتون الأصفر بلعبة الفوتبول؟ أول إنذار. أول إنذار مزبوط. لكن صار في علامة لرودي وعلامة لجان بيير، بس اللعبة بعدها بأولها، يعني كل شيء ممكن يتغير. السؤال بيقول، صح أم غلط، الصيف بيجي دغري من بعد الخريف، صح أم غلط؟ خطأ. خطأ؟ مزبوط. لكن تاني علامة أو تالت علامة عم تروح لإلك جان بيير، ركز منيح رودي. السؤال هلا مات، ساطرين بالمات؟ مين أشطر؟ أنا. رح نشوف. 154 + 189 قد بيعطونا؟ يعني 154 زائد 189 قد بيعطوا؟ إذا ما عرفتوا بعطي احتمالات. بعطيكم احتمالات؟ جريت. أول احتمال هو 342 343 344 344 344 342 342. 342. شو الجواب تبعك؟ 42 343 44 43 انت 43 وانت 42. مين معقول يكون عطى الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح هو 343. انت اللي اخذت العلامة. بعد في سؤال واحد ومنشوف مين رح يربح. كم علامة صار معك؟ 3. وكم علامة صار معك؟ واحدة. واخر سؤال بيقول، للومبريك، هيدا هو السؤال، للومبريك هو شو؟ دود او فير دو تير، نوع من البسينات او نوع من البقر؟ فير دو تير. اكيد للومبريك هو فير دو تير مزبوط. جواب صحيح. بس بما انه جان بيير معه 3 علامات ورودي معه علامتين، جان بيير هو اللي ربحان معنا اليوم ب 1 مينيت قد بألف. بدنا نقول له كلنا سوا برافو، واكيد رح نشوف كلنا سوا شو هديته. بس بدي اذكركم، اذا حابين
تلعبوا 1 مينت قد بألف يلي بنلعبها خلال هيدي الجمعة كلها مش بس سبيشال ويك اند اللي هي هون على الايباد، فيكم تفوتوا على youthpackage.com. اما اذا حابين تجوا لهون على بيج بانك ليبانو فرانسيز ميني ستوديو تاب بتسجلوا كل اساميكم، نحن اكيد ناطرينكم كلكم. هلا كلنا سوا انا والامس كلوب ممبرز اللي هون رح نشوف شو ربح معنا جان بيير لليوم ونقول له مبروك. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار، مبروك. وتأكبر بدي يصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لأبرم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. نعمل شوية شردة بهالكتب نشوف البعض صالح واللي من فينا نعطيه. إيه رادون وينه؟ آه صحيح رح على البحر اليوم، سمحت له يروح يتسلى مع أصحابه بس تأخر. طب ما معقولة من شوي التقيت بدومينيك وبإلي وبكل الأصحاب رجعوا من البحر، مدري شو عامل، بيكون هلأ مرق عند إيديول أو عم بيتشيطن شي محل. هيدا رادون شو بدي اعمل؟ مرحبا مرحبا رادون، رادون على طول بسيرة رادون، شوفوني رادون اهلا وسهلا فيك. بس شو بك؟ لشو حاطط هيدا على عيونك؟ كيف قدر تقشع؟ لحظة هلا بتتفركش؟ يا شوفوني انا موجوع رادون. شو صاير معك على اساس رحت على البحر؟ صحيح عيوني يا شوفوني عيونك؟ شو بهم؟ عيوني عم بيحرقوني كثير كثير كثير. الهيئة شكيت وسبحت تحت المي وفتحت عيونك هالقد عطول عطول انا وعم بسبح تفتح عيونك. طب يا رادون كم مره قلت لك انه المي البحر كثير مالحه؟ صح معك، وانت عينيك كثير حساسين لانه انت رادون غير شكل. طب دخلك ليه ما حطيت ماسك عيونك؟ حطيت ماسك يا شوفوني، مين قال لك ما حطيت ماسك؟ طب مش معقول يصير فيك هيك؟ اي لك حطيت ماسك يا شوفوني بس غطست كثير تحت المي. ايه؟ وفيش الماسك لفوق وانا بقيت تحت. طب مش معقول هيدا بيهدي منيح؟ شو حطيت ماسك شو؟ ماسك البربره يا شوفوني. ماسك شو بدي احط عيوني؟ ماسك البربره؟ ايه هذا ماسك البربره حطيت عيوني. طب وما تقش؟ تقش وما عبالك تخزق وطلع لفوق. يا ردو معقول تحط ماسك البربره على عيونك؟ شو عم تضحك علي؟ شوفوني انت وين عقلك؟ وين عقلك؟ ما عندي ماسك. معقول اروح على البحر بلا ماسك؟ كلهم اخذين ماسكات على عيونهم الا انا؟ ما هن بيكونوا قالوا لك جيب ماسك. طب ما انا حاطه ماسك بالتدخيتي، هذا الماسك تبع البحر. طب ليه ما بتقولي لي يا شوفوني؟ بتعرفين انه انا على طول بضل مهايبر قبل ما فل، يعني ما قالي لي خذ الماسك، قالوا لي ماسك. طب ليه انا شفتك وقت رحت قلت لي فيني روح؟ قلت لك اوكي فيك تروح وما تنسى الماسك. انا بعرف رح تروح تجيب ماسك البربارة تحطه على وجهك. صحيح انك بلا عقل. لك شوفوني ليه عم تحكيني هيك؟ والمشكلة الكبيرة هلا انا وجاي مرقت شوي لعند ايديول. ايه وقلت له مشكلة عيوني انه محمرين كثير وعم بيحرقوني. ايه وشو صار؟ اما خواجة ايديول حط لي سبيرتو على عيوني وصار يحرقوني بزيادة. معقول؟ اي يا ردوع بدي اضحك عليك وعلى ايديول وشفقان عليك؟ انه معقول حدا بحط سبيرتو بالعيون؟ شفتي هذا ايديول، هذا خويش ايديول هو اخباره. ايديول بلا راس وانت هيئتك بلا عقل اكثر منه، معقول تقبل؟
يا ردو كنت ناوي اخدك اشتري لك كتاب جديد نعمل شوبينج، بس هيتك مش قادر تقشع ما شايف قدامك. تعرف شو؟ شو يا روح هلا غسل بمي مسقعه منيح منيح عيونك. اوكي اوكي, أوكي. تيروح شوي هالالتهاب. اوكي وانتبه ما تتفركش ان شاء الله. اوكي وانا هلا تغير المشروع شو بدي اعمل. بس انا ما رح اتركك هيك، انا بحبك ردو. ايه مع انه انت اوقات بتعمل غلط. ما تضحك علي اذا عملت غلط، يعني شيء ما لازم ينعمل. عم بدي روح هلا بدي روح دغري عند الصيدلي على الفرماشية جيب لك شيء قطره لانه شغلت لي بالي. مش معقول انفيكو ديبيتيز شو هيدا؟ اخ يا عيوني معقول يا ايديول انت واخبارك؟ معقول يا ايديول هي اي سنه درسها بالطب انت انه حدا بيعمل هيك بعيونه؟ صار وقت فقرة بيك اسونج، لكل يلي ما بيعرف شو بنعمل بهيدي الفقرة، مننقي رسالة انتو بعتين لنا اياها بنقراها، واكيد الغنية يلي طالبينها بنسمعها كلنا سوا. اليوم رح نقي هلا رسالة ونشوف مين معقول يكون صاحب الرسالة وشو الغنية يلي طالبها. أنطوان أبي راشد، أنطوان عمره 11 سنة بيقول إنه بيحضرنا كل يوم، بيحبنا كتير وبيحب كتير يجي على ميني ستوديو وحابب يسمع غنية أجادو. أكيد أنطوان رح نحط هلا غنية أجادو ورح نسمعها كلنا سوا، وأكيد رح نشوف قبل شو هديتك. بس بدي أذكركم إذا حابين أنتم كمان تسمعوا حيا لغنية بعتولنا كل الأغاني اللي حابين تسمعون على فيسبوك بيج ميني ستوديو يلي عم تقطع هلا قدامكم، ونحن بنقرا الرسالة مثل ما قرينا رسالة أنطوان، بنسمع الغنية وأكيد بتربحوا كادو كتير حلو رح نشوفه هلا كلنا سوا. مبروك ربحتوا معنا بطاقة تقدروا تقصوا شعركن عند بيكسلز هير سالون. بتطلع شوي على صور على الانترنت عن البحر الاحمر. البحر الاحمر ليش بسموه احمر؟ ميته حمراء اقولكم؟
أكيد لا، المي هي مي وهي شفافة، بس شو في بقلب البحر هيدا اللي ببين. وسموا البحر الأحمر لأنه في بعض مناطق بالعالم وين بهيدا البحر في ألغ أو أعشاب لونها محمرة، وهالشي بيعطي لون أحمر شوي على المي. تعالوا نشوف سوا كيف هالبحر حلو كتير وكيف بقلبه في آلاف كائنات الحية العايشة يلي فينا نشوفها كمان إذا رحنا نسبح بهالبحر وغطسنا تحت المي، وكان معنا أكيد ماسك. هون منشوف شوي كيف المي محمرة. بمصر كمان فينا نروح نسبح بالبحر الأحمر ناكل ألوان الحلوة. فإذن البحر الأحمر هو مشهور بالحياة يلي بقلبه والألوان الحلوة كتير يلي منشوفها، وكمان في نوع من الرياضة هو البلونجي يعني الغطس. إذا تعلمناه أول ما نكبر شوي بصير فينا نكتشف هالبحار الحلوة اللي عم نحكي عنها بحلقتنا اليوم. أما هلأ صار وقت نفتح صندوق بريد ميني ستوديو ونشوف مين من بيناتكم رح يربح معنا هدية اليوم، وأكيد رح يجي يستلمها عنا. في عندي صورة لألين حلو. ألين حلو ليكو شو مهضومة، مصورت لنا هالصورة بإيستر وبعتت لنا إياها تتقلنا كمان هابي إيستر. ثانك يو لإلك ألين، وأكيد رح تربحي معنا هدية رح نشوفها سوا. كل أصحابنا بيربحوا هدايا لما بيبعتوا لنا رسايل، كفوا بعتوا لنا رسماتكم رسايلكم، اتصلوا فينا على رقم 0385-86-87 تنفسركم كيف فيكم تاخذوا هديتكم، كيف فيكم تشتركوا بالبرنامج. وقتنا خلص، بنشوفكم بكرة بحلقة جديدة. باي. مبروك، الهدية هي لعبة حلوة كتير تقدمت أبو شبكة. Mini Studio.